فورتنايت وببجي اكتسحوا ساحات الألعاب في السنوات الماضية وقدموا نوع جديد من الألعاب اسمه باتل رويال، لكن السؤال يا ترى مين فيهم قلد الثاني؟ ولا يمكن اثنينهم قلدوا لعبة ثانية سابقتهم؟ كيف بدأ الباتل رويال؟ وين ترجع أصوله؟ هذا كله بنشوفه في فيديو اليوم. أما الآن خلونا نبدأ. أكيد لازم أول شيء نقدم شرح بسيط لمفهوم الباتل رويال. الفكرة أن يكون عندنا حلبة أو خريطة زي ما يقولون، يكون داخلها لاعبين يبارون بعضهم كل واحد الحالة، ويطلع من بينهم فائز واحد. الحلبة بالعادة يكون حجمها كبير ويكون فيها ما يقارب 100 لاعب. لو نتكلم عن مفهوم الباتل رويال بشكل البسيط، فهو فعلا موجود من زمن طويل. فمثلا في التسعينات كان عندنا لعبة بومبرمان، بحيث في حلبة مغلقة يكون داخلها لاعبين، واسلوب القتال كان عبر رمي القنابل على الأعداء، والفائز كان هو اللي يهزم الجميع ويبقى للأخير لحاله في الحلبة. لكن كيف تطور هذا المفهوم القديم وتحول لطور الباتل رويال اللي نعرفه في زمننا الحالي؟ عشان نعرف الجواب لازم نرجع بالتاريخ إلى عام 1999، ورح نلقينا في رواية يابانية من الكاتب كوشون تاكامي واسمها باتل رويال. كانت تحكي عن 100 طالب يتم تخديرهم وإحضارهم إلى جزيرة بعيدة، ويكون فيها أسلحة ودروع منتشرة في كل مكان، وكان لازم على الطلاب أنهم يستخدمونها ويقتلون بعضهم البعض إلى أن يبقى ناجي واحد ويفوز في المعركة الباتل رويال. شفتوا كيف الصدمة؟ هذه الرواية اليابانية هي اللي أسست فكرة الباتل رويال اللي نعرفها كلنا، لكنها ما حققت انتشار وشعبية كبيرة. لكن هذا الشيء تغير لما تم إنتاج فيلم ومانجا بنفس الاسم. الفكرة زادت انتشاراً لما تم على اقتباس أمريكي للرواية تحت اسم هانجر جيمز، ثم صدر لهانجر جيمز فيلم أمريكي ونجح في شباك التذاكر وصدر منه عدة أجزاء بعد. هذه كانت الشرارة اللي أشعلت الفكرة، ومن هنا لقى الطريق للدخول إلى عالم الألعاب بفكرة الحديثة. البداية كانت عن طريق مجموعة من المعجبين في عام 2012 داخل لعبة ماينكرافت، وتحديداً تحت اسم إضافة للسيرفر باسم هانجر جيمز. بعدها غيروا الاسم إلى سيرفايفل جيمز. طبعاً الفكرة مأخوذة من الفيلم بوضع اللاعبين في وسط الخريطة وحولهم صناديق داخلها أدوات وأسلحة، ولما تبدأ اللعبة يتسابق اللاعبين في تجميع الموارد الموجودة في الخريطة وأيضاً الحصول على الأدوات داخل الصناديق، ثم بطبيعة الحال يقتلون بعض البعض ويكون في فائز واحد في النهاية. في نفس السنة اللاعبين وضعوا أيضاً مود داخل لعبة أرما 2 وكان اسمه دايزي، وفكرته أن اللاعبين يكونون داخل مرحلة كبيرة مغلقة ويكون فيها الموارد قليلة، وعلى اللاعبين الصراع للحصول على الموارد. طبعاً في النهاية راح يبقى فائز واحد. بعد هذه الأفكار بسنتين، وتحديداً في عام 2014، جاء شخص اسمه بريندن جرين وصنع مود للعبة أرما 3، وفكرته مبنية على أفلام الباتل رويال وهانجر جيمز، بحيث كان في أسلحة متنوعة منتشرة في الخريطة وعلى اللاعبين الحصول عليها، وفي النهاية يكون فائز واحد فقط. وبعدها انضم إلى بلو هول كمطور إبداعي في لعبة جديدة تحت التطوير وقتها، ولاحقا هذه اللعبة عرف الناس باسم Player Unknown Battlegrounds أو PUBG، وهي تعتبر فعليا أول لعبة رسمية تعتمد نظام الباتل رويال كفكرة رئيسية. اللعبة صدرت بنسخة تجريبية لاقت نجاح كبير، ولاحقا صدرت بشكل رسمي في عام 2017. طبعا شركات كثيرة شافت نجاح الفكرة وحبت تطبقها في ألعابها، مثل لعبة Ark Survival Evolved اللي أطلقوا طور جديد لها باسم Survival of the Fittest. في نفس الفترة أطلقت إيبك لعبة جديدة تحت اسم Fortnite Save the World، ورغم أنكم تعرفون الاسم لكن فكرة اللعبة في البداية كانت مختلفة عن اللي نشوفها الآن، بحيث كانت فكرتها عبارة عن لعبة صراع بقاء تعاونية لأربع لاعبين في عالم اللعبة الموحش. لكن بعد ما شافت إيبك نجاح لعبة ببجي قررت أن تضع طور جديد في اللعبة تحت اسم Fortnite Battle Royale، وفكرته أن 100 شخص راح يدخل في اللعبة ويكون فيها أسلحة متوزعة في المنطقة، والفائز يكون شخص واحد كالعادة. لكن لعبة فورتنايت أضافت عامل جديد خاص فيها، وهو خاصية البناء وتجميع الموارد للبناء، فصار اللاعبين يبنون حصون ومباني وجدران للحماية من باقي اللاعبين. طبعا نجحت اللعبة نجاح كبير جدا واكتسحت السوق، وصارت تشكل خطر على لعبة PUBG، حتى أنها
تفوقت عليها في الإيرادات في عام 2018. وعلى طاري فورتنايت، حسب تقرير جيم مود للربع الأول من سنة 2021 من هيئة الاتصالات، فإن إنترنت 5G من زين فاز بأفضل زمن استجابة أو أقل بينج ممكن للعبة فورتنايت وغيرها من الألعاب. عشان تعرفوا معلومات أكثر عن الباقة، اضغطوا تحت في الرابط اللي موجود في الديسكريبشن. طبعاً مطوري ببجي ما عجبهم الوضع ورفعوا دعوة قضائية ضد فورتنايت بحجة أنها سرقت منها فكرتها وأسلوب اللعب. طبعاً ما قدرت تثبت ملكياتها للفكرة لأنها مقتبستها بالأساس من عمل باتل رويال الأصلي، سواء الفيلم أو المانجا، وفي النهاية اضطرت الشركة أن تسحب الدعوة القضائية من غير ذكر الأسباب. وسبب تفوق لعبة فورتنايت على ببجي من ناحية عدد اللاعبين هو أنها لعبة مجانية وفيها مشتريات داخل اللعبة، وبالتالي الكل صار يحمل اللعبة ويلعبها. طبعاً هذا أدى لزيادة أرباح اللعبة، وأيضاً استفادت اللعبة من كونها تدعم الكروس بلاتفورم، يعني جميع ملاك الأجهزة المختلفة يلعبون مع بعض. واللي زادت شعبية فورتنايت أكثر هو كمية البثوث اللي حصلت على مشاهدات عالية في منصات مثل تويتش ويوتيوب عن طريق مشاهير اللعبة مثل نينجا اللي كسر أرقام منصات البث. من بعد 2018 شركات كثيرة شافت نجاح الباتل رويال وصارت تسوي نسخ خاصة منها لسلاسلهم المشهورة. من الأمثلة المعروفة شركة أكتيفيجن الشهيرة اللي أطلقت طور البلاك أوت في لعبة كول أوف ديوتي بلاك أوبس 4. أيضا شركة EA أطلقت طور الباتل رويال في لعبة باتل فيلد 5. بعدها أطلقت أكتيفيجن لعبة كول أوف ديوتي باتل وورزون في عام 2020، وهي لعبة باتل رويال مجانية مستقلة كانت تجي مع لعبة كول أوف ديوتي مودرن وورفير. حتى وصلنا لمرحلة شفنا ألعاب بتصنيفات خارج نطاق التصويب تجرب حظها مع هذا النوع من اللعب، من الأمثل الأشهر لعبة تيترس 99 وسوبر ماريو 35th Anniversary وباكمان 99. وهنا انتهت رحلتنا في تاريخ الباتل رويال. مين كان يتخلي الرواية يابانية قدرت غير عالم صناعة الألعاب إلى الأبد. يعطيك مع في المتابعة ومع السلامة.